في البداية وبعد مراسم الاستقبال ورفقة اللواء محمد العرابة قائد القوات الجوية، وقف السيد الفريق وقفة ترحم على روح الشهيد البطل عميروش أيت حمودة الذي يحمل مقر قيادة القوات الجوية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له وتلى فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأبرار. بعد ذلك عقد السيد الفريق لقاء توجيهيا مع الإطارات والمستخدمين، حيث ألقى كلمة توجيهية أكد فيها أنه على يقين تام بأن بلادنا وكما قبرت الاستعمار بالأمس وقهرت الإرهاب في الماضي القريب ستعرف كيف ترفع كافة التحديات المعترضة وتخرج منها أكثر قوة وأكثر مناعة. وأود التذكير بهذه المناسبة التي تأتي قبل أيام قليلة من إجراء الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور أن المصلحة العليا للوطن تطلبت منا في الجيش الوطني الشعبي من منطلق مهامنا الدستورية اتخاذ مواقف صادقة وثابتة تجاه الوطن والشعب، لكوننا نعتبر أمن واستقرار هذا الوطن ووحدة شعبه وسيادته أمانة مقدسة في أعناقنا، لأنه تحرر من دنس المستعمر الغاشم بفضل التضحيات الجسام لأبائنا وأجدادنا الذين قدموا على مر العصور والأزمان قوافل من الشهداء عربونا للانعتاق من أغلال العبودية. فالجزائر أرض المقاومات والشهادات، تعرف جيدا قدر السيادة الوطنية وقيم الاستقلال وثمن الأمن والاستقرار، لأنها تجرعت بالأمس مرارة الاستبداد الاستعماري الغاشم والظالم، وعانت من ويلات الإرهاب الهمجي الدموي الذي لا يقل بشاعة وحقدا وخطرا عن الاستعمار. لهذا فإننا على يقين تام أنه وكما قبرت الاستعمار بالأمس وقهرت الإرهاب في الماضي القريب ستعرف بلادنا كيف ترفع كافة التحديات المعترضة وتخرج منها أكثر قوة وأكثر مناعة، وستكون كما كانت دائما عصية على أعدائها بالأمس واليوم وغدا، وستعرف كيف تحفظ استقلالها وسيادتها الوطنية. استقلال وسيادة يحفظها الجيش الوطني الشعبي ضمن مهامه الدستورية ووفاء لرسالة وعهد الشهداء.